مرحبا بكم. تشير الأبحاث التربوية المعاصرة أن مدير المدرسة هو ثاني شخص بعد المعلم تأثيرا في تعلم الطلبة، وأن لا شيء في دور المدير أكبر قدرا ولا أوسع أثرا من فعالية قيادته التعليمية ليضمن بها تعلم الطلبة جميعهم بنجاح. ولأن أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين تؤمن بأهمية إعداد قادة المدارس، قدمت لهم دبلوماً متخصصاً في القيادة التعليمية المتقدمة. فمنذ أكثر من 6 أعوام والأكاديمية تخرج الفوج تلو الفوج من القيادات المدرسية في الأردن والوطن العربي. فالقائد الناجح يدعم النمو المهني للمعلمين ويحسن ممارساتهم التدريسية ويوجههم لتنفيذ أساليب تدريس جديدة تحسن تجربة تعلم الطلبة وتتلائم مع مستوياتهم وترفعها، ويوجد بيئة تعليمية ومناخا إيجابيا يدعم تعلمهم. لذا جاء الدبلوم المهني في القيادة التعليمية المتقدمة ليلبي هذه الاحتياجات ويركز على الدور الحيوي لقادة المدارس، يرتكز إلى بنية العلاقة بين المعلم والطالب والمحتوى وبناء بيئة داعمة لتطبيق استراتيجيات التعليم والتعلم المتمركزة حول الطالب ودور المدير بوصفه مشرفاً على عملية التدريس وداعماً للمعلمين بهدف تطوير أدائهم. ولن تحقق المدرسة رؤيتها ورسالتها إلا عن طريق بناء ثقافة مدرسية إيجابية ودمج الأهل والمجتمع المحلي بما يخدف العملية التعليمية. يقدم الدبلوم تطبيقات عملية مبتكرة تدعم ممارسات القيادة المتقدمة كالجولات التدريسية وفرق البيانات بوصفها إحدى أوجه عمل مجتمعات التعلم المهنية. يراعي الدبلوم تفضيلات التعلم المعرفية ويهدف إلى إحداث تجربة تعليمية فريدة يتفاعل فيها المشاركون لإثراء تجارب تعلمهم بتطبيق أنشطة متنوعة كمهمات التعلم الفردية والجماعية والتأمل الذاتي والحلقات النقاشية إضافة إلى دراسات الحالة. هذه باختصار رحلة التعلم في الدبلوم المهني في القيادة التعليمية المتقدمة. نسعى فيها إلى فتح آفاق جديدة للتأمل والتعلم والبحث المستمر الذي لا ينتهي بانتهائها، فسنبقى نتعلم من أجل أن نعلم.